توصيف حقيقة الطبقة الفاسدة، ماكو أحد يختلف حقيقة على فساد الطبقة السياسية، لكن اللي يشكل حقيقة على حقيقة تظاهرات تشرين أنه تعاملت بانتقائية مع موضوع الفساد مع الأحزاب السياسية. وخلينا ذكر أستاذ منتظر، نعم، هو رجل للأمانة حصيفه ودارك للعملية السياسية، نعم، وهذا أرجو أن ننتبه له بالمرحلة القادمة. حتى موضوع استهداف الأحزاب السياسية كان انتقائي، يعني من نرجع الآن في الوسط والجنوب تم استهداف كل الأحزاب باستثناء التيار الصدري. لذلك الإشكال اللي صار أنه كان حسابات الشارع العراقي، نعم، أنه التظاهرات كانت بتنسيق من قبل التيار الصدري لكن بغطاء تشريني. نعم. المهم المرحلة دي راحت. جانب آخر يشكل على حقيقة المتظاهرين أنه السنتين اللي مضت الآن، نعم، يعني 2021 والآن 22، حكومة الكاظمي قد تعد أفسد حكومة مرت على العملية السياسية منذ عام 2003 ولحد الآن. نعم. وخلينا أذكر حضرتك، هذا مو متظاهرات قصده؟ ما احسنتي، اول اوصل هاي النقطه. نعم. اني شلون انه احنا لو نقيس الان العراق بعد، يعني حكومه عادل عبد المهدي مر بنشوه امنيه واستقرار امني كبير جدا. نعم. كان من المفترض ان يصل الى مرحله نشوه اقتصادي، وفعلا الرجل ذهب الى الصين كان يدرك انه البوصله تتجه الى الشرق. نعم. كل العالم يتجه الى الشرق، لذلك باجراء استباقي توجه مع العلم اشار لنقطه مهمه، قال شركه جنرال الكتريك شركه غسيل اموال، وهذا ما أكد أستاذ منتظر بالإشارة مو قصدي بالكلام. من قال أبناء المسؤولين وين الآن؟ أبناء المسؤولين الآن بالدول الغربية، بالولايات المتحدة الأمريكية، أغلب الوزراء الفاسدين الآن إذا نتابعهم نلقاهم بالمناطق بالدول الغربية. هذا شيء يبين الدول الغربية تدعي احترام المساواة والديمقراطية لكنها في الباطن تدعم الفاسدين. اللي أقوله أنا، لماذا لم يكن هنالك تظاهر طيلة الفترة الماضية؟ هذا سؤال يحتاج إلى إجابة. الشارع العراقي احنا قريبين من عنده، من يضع علامات استفهام من حق مثل ما يشكك فيه. كنا نحكي عن أستاذ منتظر قبل أن ندخل الاستديو، التسقيط السياسي بالعملية السياسية العراقية وارد جدا. نعم. وحتى درسناه بالفكر السياسي احنا، السياسي المقاتل العسكري يتم استهداف روحه في المعركة، لكن السياسي يتم استهداف شخصيته. لذلك يجب أن يكون دائما دقيق بأي تصرف، يحتاج دائما أن يضع مبررات منطقية ومقبولة للمتساءل، لأنه أنا مراقب. أنا في ملعب واللي جالسين في كل العراق هم على المدرجات. نعم. قد أشياء أنا ما أنظر لها أو ما أشوفها، لكن اللي جالس على المدرج عنده تركيز أكثر من عندي. نعم. فينتبه لثغرات كبيرة جدا. اللي أقوله أنا، نحن كحركة حقوق ندعم التظاهر السلمي، لكن يا أخوان خلنا نعرف شيء، التظاهر حق مو مطلق، حق مقيد بالقانون. نعم. يجب حتى قوانين الدولية. نعم. من راجع احنا ميثاق الأمم المتحدة على ما أتذكر أو قانون حقوق الإنسان. نعم. المادة 20 تقول عندما تتضارب التظاهرات أو الانتفاضات مع الأمن القومي فعلى السلطة أن تستخدم الجانب الأمني وتستخدم الأسلوب القضائي والقانوني بمنع هذه التظاهرات إذا أثرت على الوضع الصحي أو على الوضع الأمني. اللي أقوله، من حق أي واحد أن يتظاهر، وحقيقة أني أدعم أي إنسان يحارب الفساد. إحنا كحركة جينا بمشروع، وأكرر هذه العبارة، والله من درسنا عملية البرنامج الانتخابي وكنت قريب حقيقة من رئيس الحركة، في كل حركة في كل سكنة أكدنا على برنامج حقيقة واقعي منطقي. نعم. اللي قلنا به يجب تفعيل دور المعارضة، شلون نفعلها؟ بالشعارات؟ لا، بالإجراءات. وهو من المفترض المعارضة الحقيقية أن تكون لها تمثيل داخل هيئة الرئاسة، أن يكون لها تمثيل على رئاسة اللجان البرلمانية المهمة، أن يكون لها تمثيل داخل السلطة التنفيذية، تسليم هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية. لذلك نحن نحسب حقيقة على الخط الجهادي، على محور المقاومة، وهذا شرف إلنا. نعم. لكن هل نجامل؟ لا والله، على دماء الناس، على عيشة الناس، على رفاهية الناس.